لكن هناك ملعب استثنائي هو ملعب راس أبو عبود، أليس كذلك؟ بما أن البحر وراءنا أيوة. وراس أبو عبود هذا الملعب له نظرة جميلة على ناطحات السحاب في الدوحة، وله أيضا تصميم مميز جدا نتابعه من خلال هذا التقرير لبلال جيزة. هو أول ملعب قابل للفك والتركيب في تاريخ المونديال، مشروع رائد في مجال بناء الملاعب ومواقع استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. إنه ملعب راس أبو عبود. يقع هذا الملعب الذي يتسع إلى 40,000 متفرج على الساحل الخليج، ويطل على الأبراج المذهلة والمميزة بالدوحة في الواجهة الخلفية. وسوف يستضيف هذا الملعب الرائع مباريات كأس العالم 2022 حتى الدور الربع النهائي. استاد راس أبو عبود حاليا وصل مرحلة متقدمة من الأعمال في الموقع، نتكلم تقريبا وصلنا انتهينا من كافة الأعمال الخاصة بالأساسات الملعب والقواعد الخرسانية. تم استلام تقريبا ما يقارب 300 كونتينر أو حاوية شحن بالإضافة إلى الحديد الصلب. ملعب مميز يتطلب تشييده مواد بناء أقل مقارنة بإنشاء الملاعب على الطريقة التقليدية، وهو ما يساعد على خفض تكاليف الإنشاء. يستند إلى تصميم ابتكاري فريد من نوعه باستخدام حاويات الشحن البحري، والتي سيتم تفكيكها وإعادة تعبئتها بالكامل مع نهاية كأس العالم المقبلة. كما يمكن إعادة بنائه في مكان آخر بعد فكه، أو بناء عدة ملاعب أخرى أصغر منها. وتدخل طبيعة البناء ذات التأثير المنخفض حيز التنفيذ، ما يترك تأثيرات بيئية ضئيلة، حيث ستلعب جهود الاستدامة دورا مهما في تقليل المخلفات الناجمة عن البناء. المميزة الرئيسية صراحة في استاد راس أبو عبود أنه هو يشكل خلنا نقول ثورة في طريقة تصميم الاستادات، بمعنى أن استاد راس أبو عبود راح يكون أول ملعب على في كل بطولات كأس العالم السابقة اللي راح يتم تفكيكه بالكامل. ملعب راس أبو عبود سيقدم نموذجا مبتكرا يحتذى لمنظمي البطولات الكبرى في العالم، بالإضافة إلى ما سيوفره من بنية تحتية قيمة للمشاريع الرياضية في مناطق متنوعة. هو أول ملعب قابل للفك والتركيب في تاريخ المونديال، ملعب مميز يطل على البحر وسيكون جاهزا في السنة المقبلة. بلال جيزة، بي إن سبورتس، الدوحة.